النمسا والمجر تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة. ترحل أكثر من 10,000 لاجئ هذا العام نصفهم قسري. انتهاء ترتيبات تطبيق منظومة الدفاع الجوي في النمسا. مكتب العمل يحدث طريقة التوظيف لتستند على الخبرات. الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد النمسا بنسبة 5%. وشاب يبتلع سماعة بعد اكتشافه بحالة غش في امتحان رخصة القيادة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت النمسا والمجر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والسعي المشترك نحو التوصل إلى تسوية فورية للصراع في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء بين وزيرة الدولة النمساوية للشؤون الأوروبية ونظيرها المجري في فيينا، حيث تناولت المحادثات أيضا التعاون الثنائي في قضايا توسيع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتمديد القيود الحدودية بين البلدين وتعزيز التنسيق لمنع تهريب البشر ومواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر ولاية بورغنلاند. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن زيادة بنسبة 25% في عدد اللاجئين المرحلين خلال 2023، حيث وصل العدد إلى 10,478 شخصاً حتى نهاية أكتوبر. وحسب البيان غادر 52% طوعاً، بينما تم ترحيل 48% قسراً، وفي نفس الوقت انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 50% مع تركيز الترحيل القسري على أفراد لديهم إدانات جنائية بأكثر من 45%. يذكر أن النمسا قامت بترحيل أكثر من 20 شخصاً إلى العراق قبل شهرين، وذلك بعد اتفاق عقد مع وزير الخارجية شالنبرغ أثناء افتتاح سفارة بلاده في بغداد. أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانا أن الحكومة النمساوية ناقشت خطط تنفيذ نظام الدفاع الجوي الأوروبي سكاي شيلد. وأوضحت تانا أنه تم تحديد الأساس لشراء أنظمة بعيدة المدى كجزء منه، بحيث تبدأ عمليات الشراء في 2027، مما يكمل خطط تحقيق فاعلية سكاي شيلد. وكانت النمسا قد وقعت في يوليو الماضي إعلان نوايا للانضمام لمبادرة الدفاع الجوي الألمانية مع خطط لشراء 8 قطع من نظام آيريس تي الألمانية. يحتزم مكتب العمل في النمسا تحديث عمليات التوظيف بالاعتماد على توافق المهارات، حيث يرتكز البحث على المهارات بدلا من التسميات الوظيفية. ويهدف هذا التحول إلى تسريع وتحسين عمليات التوظيف والتي أعلن عنها يوهانس كوبف رئيس خدمة سوق العمل، معتبرا أن هذه الخطوة أكبر ابتكار منذ 25 عاما، وقد تم تدريب المستشارين لتحديد مهارات العملاء بدقة، وسيبدأ التنفيذ الواسع للنظام الجديد من العام 2024 بتكلفة تزيد عن 10 ملايين يورو. توقعت اللجنة الأوروبية في بروكسل انكماش نمو الاقتصاد المحلي في النمسا بنسبة 5% خلال هذا العام. وربطت اللجنة ذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة، إضافة إلى تراجع في الصادرات. وتراجعت توقعات التضخم أيضا إلى 7.7%، وفي نفس الوقت توقعت نمو في العام المقبل بنسبة 1% مع تضخم 4.1%. وعلى جانب آخر، بلغت نسبة البطالة في النمسا 5.3% في 2023 بوضع أفضل من المتوسط الأوروبي، متوقعة زيادة طفيفة في المستقبل وانخفاضا في العام التالي. قام شاب في جنوب تيرول بابتلاع سماعة هاتفه المخفية، وذلك بعد اكتشافه في حالة غش أثناء امتحان رخصة القيادة، وقد تم نقله إلى المستشفى للتأكد من سلامته. وكان الشاب يرتدي جهازا صغيرا في أذنه لتلقي إجابات الامتحان عن طريق شخص آخر، وعندما قام ضباط المرور بتفتيشه قام بابتلاع سماعة الأذن بسرعة رغم محاولات الضباط منعه من ذلك. وبالإضافة إلى رسوبه في الامتحان، يواجه الشاب الآن عقوبة قد تصل إلى عدة أشهر من السجن، ولم تقدم السلطات أي معلومات عن هوية الشاب.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.